بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فأما السنة فما فالأحاديث متواترة عن عدد كبير جدا من الصحابة أثبتوا في أحاديثهم رؤية الله في الآخرة. فمن السنة ما رواه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري قال البخاري ومسلم كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة الفجر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. طبعا هنا ليس المقصود من التشبيه تشبيه المرئي بالمرئي وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية ورجل كما يكون شدة الوضوح واضح. فليس هنا تشبيه يعني ليس المقصود من هذا الحديث تشبيه الله عز وجل بالخبر مع هذا الله كيف يشبه الله بالخبر وإنما المقصود إيه كما ترون هذا الخبر يعني أن الخبر كان بدرا منيرا في السماء لا سحاب دونه يعني المقصود إيه تشبيه الرؤية بالرؤية رؤية الله الآخرة فتكون كرؤيتكم الخبر في الدنيا في شدة وضوح واضح. أما كيفية رؤية الله فالله أعلم إذا كيف تكون واضح. لكن المقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية تشبيه رؤية الله في الآخرة برؤية القمر في الدنيا وهذا السبب هو شدة الوضوح واضح. أي نعم إنكم سترون ربكم يعني رب المؤمنين كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته إما لا تضامون في الجنين من الانضمام لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا غير واضح فإنه ينضم بعضهم إلى بعض ينضم بعضهم إلى بعض في إيه؟ يقوي الشهادة لما يراه يقول أنظر أنا أرى يأتي واحد بجواري ينضم إليه لكي إيه؟ لكي يراه ينضم بعضهم إلى بعض لأن الشيء الذي يرونه ليس واضحا مثلا مثل رؤية الهلال مثلا في أول الشهر واضح استطلاع الهلال فربما احتاج الناس ان ينضموا بعضهم الى بعض لماذا؟ لانه يكون دقيقا جدا في السماء بحيث يمكن ان يرى فلذلك يتضمون يعني ينضم بعضهم الى بعض حتى يؤكد الواحد منهم ما يراه الاخر بسبب عدم وضوح المرئي واضح؟ او لا تضامون في رؤيته من الصيف من الصيف يعني اللي هو الظل يعني لا يظلم بعضكم بعضا بحيث من الانسحاب او من عدم الرؤيه يرى البعض والبعض الاخر لا يرى فهذان الاحتمالان هما ينفيان اي عدم وضوح عن رؤيه الله في الاخر فلذلك قال عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لا تحتاجون هذا الضمان ولا يفضل بعضكم فيرى وبعضكم لا يرى لماذا لشده الوضوح فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال ابن كثير تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال ورجل واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وأدلة السمع النقل يعني في القرآن والسنة صافحة بوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم ومنع ذلك في الدنيا إلا أنه اختلف في نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني حصل اختلاف حول رؤية الله في الدنيا في حق الرسول عليه الصلاه والسلام هل وقعت ام لا؟ قال ابن كثير كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها تثبت الرؤيا في الدار الاخره وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه الايه. فعائشه كانت تستدل بهذه الايه ويقوله تعالى لا تدركه الابصار يعني في الدنيا وهو يدرك الابصار. فالابصار ابصار الفجيره تكمل كما تكمل بصر الرسول عليه الصلاه والسلام. فكانت تستدل بهذه الايه على ان الرسول عليه الصلاه والسلام يرى ربه. عن مسروق قال قلت لعائشه رضي الله عنها يا امتاه هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟
فقال ابن قد طفت شعري مما كنت، أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت، طبعا كذب هنا بمعنى إيه؟ أخطأ، لأن الكذب نوعان، كذب اللي هو الإخبار عن الشيء، الكذب عموما هو الإخبار عن الشيء بخلاف حقيقته التي هو عليها، فإن كان عمدا ففيه الإثم، وإن كان غير عمد فهذا هو الخطأ، بسبب كلمة الخطأ، فيمكن أن يقلب الأخطأ في شيء كذبا، يعني أنه لم يوافق الحقيقة خطأ، أما إذا تعمد الإخبار وهو يعلم أن هذا يخالف الحقيقة فهذا هو المحرم الكبير، قول الزور. فقولها فقد كذب يعني فقد أخطأ. أيضا ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كذب فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآن، ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين، وهذا الحديث أخرجه الشيخان والترمذي. خالفها ابن عفان، ابن عفان خالف أم المؤمنين في هذه المسألة، فعنه إطلاق الرؤية، رواية عن ابن عفان أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج، رأى ربه بالفعل. وعنه لأن ابن عفان رواية أخرى أنه رآه بفؤاده، رآه بفؤاده بقلبه. وهذه المسألة ستذكر مبسوطة في أول سورة النجم إن شاء الله تعالى. ومن الناس من ذهب، هذا كله بناء كل كلام الذي مضى في الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بناء على أن النفس الإدراك هنا بمعنى الرؤية، أن الإدراك يساوي مطلق الرؤية. فإذا دخلنا وقلنا لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار، فنحن نقول الأبصار المعهودة هنا في دار الدنيا. هناك قول آخر قرأه فريق آخر من العلماء، قالوا إنه لا منافاة بين إثبات الرؤية وبين نفي الإدراك. لماذا؟ لأن الإدراك ليس المقصود به مطلق الرؤية. قالوا لا تدركه الأبصار الإدراك معناه الإحاطة ومعرفة الكلية. واضح؟ فهذا ثالث، هذا النفي الحقيقي وموجود سواء في الدنيا أو في الآخرة. إيه؟ لا يحيط أحد بالله سبحانه وتعالى أبدا. واضح؟ ولذلك قال ولا يحيطون به علما. يقول ابن كثير وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخف من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخف انتفاء العام. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل الإدراك المنفي هو معرفة الحقيقة، فإن هذا لا يعلمه إلا هو، يعني حتى لو رأى المؤمنون ربهم لكنهم لا يحيطون بالله علما، يعني إخوانا لا يدركون كله الله عز وجل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، هذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. فالمؤمنون حتى ولو رأوا ربهم فممكن يثبت أنهم يرون ربهم بالآخرة، لكن لا يعني ذلك أنهم يحيطون به علما، أو أنهم يدركونه إدراك إحاطة، واضح؟ بمعرفة حقيقته وسنه عز وجل. كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته. فهل اذا قلت انك نرى القمر مثلا، هل لك تحيط علما بالقمر؟ هذا لا يعني انك تعرف تفاصيل القمر، بالعكس احنا نرى ان القمر الا جهه واحده فقط، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى اعظم من ذلك وهو اولى بذلك وله المثل الاعلى. فنرى القمر لكن لا نحيط به، فمن باب اولى اننا المؤمنون حتى لو راوا الله فلو تعرف ليس على انهم يحيطون به، بمعنى يدركون كنه الله عز وجل وحقيقته. وقال اخرون الادراك اخف من الرؤيا، والادراك بمعنى الاحاطه. قالوا ولا يلزم من عدم الاحاطه عدم الرؤيا، كما لا يلزم من عدم احاطه العلم عدم العلم، يعني اذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هل كوننا لا نحيط بالله علما يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله؟ فنحن نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى
وافعاله ما بلغنا عن طريق الوحي. نحن نعلم هذه الاشياء الخاصه التي يعني جاءتنا عن طريق الوحي، لكن هل معنى ذلك اننا نحيط بالله علما؟ لا، لا، فلا يتعارض كوننا لا نحيط بالله علما مع كوننا نعلم بعض صفات الله سبحانه وتعالى. حتى اسماء الله هل نعرفها جميعا؟ لا، من اسماء الله ما استاثر ضرور علمه. واضح؟ فكما يعني تثبت، كما يثبت لنا العلم بالله مع عدم الاحاطه، كذلك يثبت للمؤمنين رؤيه الله في الاخره مع عدم الادراك. لا تدركه الابصار، يعني لا تحيط به الابصار وهو يدرك الابصار. مثال ذلك ايضا ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. لا احصي ثناء عليك، يعني لا استطيع ان اوفيك حقك من الثناء. هل كونه لا يحيط بالثناء او لا يستوفي كل ما يستحقه الله سبحانه وتعالى للثناء، هل هذا ينفي انه اثنى على الله؟ هو يثني على الله لكن بدون ان يحيط بما يستحق الله سبحانه وتعالى من الثناء، ولذلك قال: لا احصي ثناء عليك، فنفى احصاء الثناء. لكن هل هذا يتعارض مع ثبوت ثنائه على الله؟ لا تعارض بينهم. فكذلك ها هنا قوله تعالى: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، في حين انه يرى جميع المرئيات ويبصر جميع المبصرات، لا يخفى عليه شيء منها، وهو اللطيف الخبير. اللطيف اي الذي يعامل عباده باللطف والرأفه. الخبير أي العليم بدقائق الأمور وجليتها أو جليلتها. يجوز أن تكون الجملة تعليلا لما قبلها، يعني لا يدرك لا تدركه الأبصار، يعني كنوع من الإيه، من النفس والنفس. لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف، وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير. فجاءت هكذا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاللطيف متعلقة بإيه؟ بقوله لا تدرك الأبصار، والخبير متعلق بقوله وهو يدرك الأبصار. ثم قال عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني الآيات والدلائل التي تبصرون بها الهدى من الضلالة. والبصائر جمع بصيرة، وهي الدلالة التي توجب البصر بالشيء والعلم به. وجوز ان يكون المعنى قد جاءكم من الوحي ما هو كالبصائر للقلوب. جمع بصيره يعني المقصود به النور، فهناك نور يستبصر به القلب، يعبر عنه كلمه البصيره، بصيره القلب، النور الذي يستبصر به القلب. كما ان البصر نور تستبصر به العين، فالعين النور الذي ترى به هو البصر. هناك البصر وهناك البصيرة، فما تعلق برؤية العين فهو البصر، وما تعلق برؤية القلب فهو البصيرة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر، يعني من أبصر الحق بتلك البصائر وآمن به فلنفسه، يعني فلنفسه أبصر، لأن نفع ذلك لها يعود على نفسه. ومن عمي اي من ضل عن الحق فعليها. ولا شك ان التعبير عن الضلال عن الحق بالعمى تقبيح لهذا الضلال وتنكير عنه، وصفه بماذا؟ بالعمى. وطبعا المقصود بالعمى هنا عمى القلب، لان الكلام هنا عن البصائر وليس عن الابصار. وقد قال تعالى: فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكم من رجل له عينان حدتان مبصرتان لا بصيرة له ولكنه أعمى القلب. وكم من رجل يعني أعمى لا يرى بعينه لكنه بصير، عنده بصيرة يرى بقلبه الحق، يهتدي إلى هذا الحق. وقال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إنما الكلام هنا عن عمى القلب وليس عمى البصر. والآية هنا تتكلم عن بصائر جمع بصيرة، هي نور القلب التي يبصر القلب بها الحق. واضح؟
ولذلك قال فمن أبخر عن الحق بهذه البخائر فلنفسه ومن عمي ضل عن الحق فعليها. وكما أسمنا قبح الضلال عن الحق لأن وصفه بالعمى ومن عمي فعليها تنفيرا عنه. فعليها يعني فعلى نفسه عمى به وإياها ضر بالعمى. وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب يرقبكم ويحفظكم عن الضلال، بل أنا منذر والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها. ثم قال تعالى وكذلك نقرب الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نقرب الآيات، نصرف الآيات يعني نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع، نصرف الآيات يعني ننوع الآيات ونوردها بصورة وبأخرى، نقيم بالحجج والدلائل. وكذلك نقرب الآيات نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليقولوا درست. إذا نقدر هنا عبارة إيه؟ وكذلك نصرف الآيات لتكمل الحجة على المخالفين، وأيضا نصرف الآيات ليقولوا درست، وليقولوا نقول أيضا قبلها وليقولوا في ردها درست، ويقولوا في محاولة إفصاله من هذه الآيات التي نصرفها يقول لك درست. درست يعني ليس هذا وحيا أوحاه الله إليك، وإنما أنت حصلت على هذا العلم عن طريق المدارسة، تعلمته من غيرك وقرأته على غيرك وحفظت بالدرس أخبار من مضى. فكأن العلم الذي يحدثه به النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يعملوه إلى العلم الكفي. وحقيقة الأمر أن العلم الذي أوتيه الرسول هو علم وهبي، وهبه الله سبحانه وتعالى بالوحي، علمه الله إياه بالوحي كما قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أي نعم. وكذلك نصرف الآيات أي نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليكونوا في ردها تركت، أي قرأت على غيرك وتعلمت منه وحفظت بالدرس أخبار من مضى، تماما كقوله تبارك وتعالى حكيا عن هؤلاء الكافرين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، تملى عليه بكرة وأصيلة. يقال درس الكتاب يدركه دراسة إذا أكثر قراءته وذلله للحفظ، إذا أكثر قراءة الكتاب حتى يحفظه ويذكر غيره ويذلله للحفظ. قال ابن عباس وليقول درس يعني أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن يقولوا درست يعني تعلمت من يسار وخير، وكان عبدين من سبي الروم، ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله. وقال الفراء معناه درست يعني تعلمت من اليهود، تعلمت هذا العلم وما زال الكفار إلى الآن وكأنهم قد تواصوا بهذه الفرية أن القرآن عبارة عن قضاء للتوراة والإنجيل، وهذا من جهلهم وكذبهم على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يسوغ لهم الشيطان لهم عليه من الكفر بالقرآن الكريم، فيتوقعون هذه العبارة ويقلد بعضهم بعضا كالبغاوات ويرددونها، لكن عند التصحيح أدنى قدر من العقل والبصيرة يثبت أن هذا كذب وافتراء، بالعكس القرآن مهيمن على كتاب هذه الكتب وحاكم عليه، والقرآن يعني شتان ما بين القرآن وبين هذين الكتابين يعني المحرفين. وقرئ وليقولوا دارست بالألف وفتح التاء يعني دارست غيرك ممن يعلم أخبار الأخبار الماضية، كقولهم إنما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون إليه آدمي وهذا لسان عربي مبين، يزعمون أن الذي علم الرسول عليه السلام القرآن هو بشر أعجمي من الروم، واضح. فالله تعالى يذكر قوله بقوله لسان الذي يلحدون إليه، هذا الشخص الذي يشيرون إليه ويدلون إليه من أنه هو الذي علم الرسول عليه السلام، كان رجل أعجمي عجيب لا يعرف العربية الفصحى، وهذا لسان عربي مبين، فالقرآن في أعلى قمة الفصاحة والبلاغة، فكيف يعني وتأخذ الشيء لا يعطيه، إذا كان هذا عجميا عجيا لا يصبح كيف يتسنى له أن يأتي مثل هذا القرآن العربي المبين. ويقرأ أيضا
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارت، دارت يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأسماع كما قالوا أساطير الأولين. وهذه القراءات الثلاث متواترة، هي وليقولوا درست، وليقولوا دارت، وليقولوا درست يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأسماء. قرأت القراءات الثالثة وليقولوا دورست على البناء بالمجهول، يعني تليت وعفيت هذه تلك الآيات. قرأ أيضا درست مشددا معلومة، وتجده للتكسير أو للتعليه، يعني درست غيرك الكتب. وقرأ مشددا مجهولا، يعني وليقولوا درست. وقرأ دورست مجهول دارت ودارست. وقرأ دارست. كل هذه القراءات ثلاثة. أما القراءات المتواترة الثلاثة الأولى دارست ودارست. ولنبينه لقوم يعلمون. ولنبينه يعني نبين القرآن الكريم. وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوما. صحيح السياق لم يرد فيه ذكر القرآن الكريم، لكن جاز التعبير عنه بالضمير ولنبينه، لأنه يفهم من السياق أن الكلام إنما هو عن القرآن الكريم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه أي القرآن لقوم يعلمون. أي القرآن وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوما، أو الآيات لأنها في معنى القرآن. لقوم يعلمون أي يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. قيل إن اللام الثانية حقيقة، واللام الأولى لام العاقبة والصيرورة. يعني هنا لامان، اللام الأولى في قوله وليقولوا درست، واللام الثانية في قوله ولنبينه لقوم يعلمون. فبعض العلماء قالوا إن اللام الثانية ولنبينه معنى كي، يعني وكي نبينه لقوم يعلمون، كأنها لام تعليم. أما اللام الأولى وليقول درست فهي لام العاقبة أو لام الصيرورة، يعني لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست. وكذلك نصرف الآيات يعني لتكون الحجة على المخالفين وليقولوا في ردها درست. هل الله سبحانه وتعالى يصرف الآيات للسبب والعلة هي أن يقولوا درست؟ كلا، هو يصرف الآيات ليبينه لقوم يعلمون، وليقولوا يعني يقولوا أمرهم أن تكون عاقبة أمرهم وصيرورة أمرهم إلى أن يقولوا درست. هذا تماما مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون حينما التقطوا موسى كانوا يريدون بذلك أن يكون لهم موسى عدوا وحزنا؟ بالعكس، قالت زوجة فرعون قالت ماذا؟ قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فهم التقطوه لم يلتقطوه للعداوة، وإنما التقطوه ليصير لهم قرة عين، ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى عداوة موسى عليه السلام. فاللام هنا لام الصيرورة والعاقبة وليست لام التعليم. فالتقطوه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واضح؟ فاللام هنا ليست لام التعليم، وإنما هي لام الصيرورة أو لام العاقبة. وكذلك الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا درست، ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه به. قال الخفاجي وجوز أن يكون على الحقيقة أو جوز أن يكون على الحقيقة أبو البقاء وغيره، أن اللام في وليقولوا درست هي على الحقيقة وليست لام الصيرورة أو العاقلة، يعني كأنها لم تعليل. قالوا لأن نزول الآيات لإضلال الأشياء وهداية السعداء، قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال الرازي حمل اللام على العاقبة بعيد لأنه مجاز، وحمله على لام الغرض حقيقة، والحقيقة أقوى من المجاز. وإن المراد منه عين المذكور في قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال ومما يؤكد هذا التأويل قوله ولنبينه لقوم يعلمون، يعني إنا ما بيناه إلا لهؤلاء،
فأما الذين لا يعلمون فما بينا هذه الآيات لهم، وإن لم يكن بيانا لهم ثبت جعله ضلالا لهم. ما لم يكن بيانا فإنما يكون ضلالا لهم. كيف يضلون؟ بأن يقولوا يعني بأن يقولوا درسته ويكفروا به. وكذلك نطبق الآيات وليقولوا درسته، اللام الثانية معروف من اللام حقيقية هي ولنبينه لقوم يعلمون. أما اللام في وليقولوا درسته فمن قائل إنها لام الصيرورة والعاقبة، ومن قائل إنها حقيقية لأن قوله تعالى ولنبينه لقوم يعلمون، فهؤلاء هم الذين يبين لهم الآيات. أما الأولون الذين سيقولون درسته فهم يضلون بهذه الآيات ويزدادون بها كفرا وعنادا، واضح؟ فاللام ايضا على ذلك تكون حقيقه ويقول درست، يعني ان مثل هؤلاء ينصرفون عن القران ويقول درست، فانما يريد الله بذلك اذن لهم واغواءهم. ولما حكى تعالى عن المشركين قبحه في تصريف الايات اتبعه بالامر بالثبات على ما هو عليه تقوية لقلبه وإجابة لما يحضره، فقال عز وجل اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، أعرض عن هؤلاء الذين يقولون درسته ويردون الحق. اشتغل بما أشرت به، اتبع ما أوحى إليك من ربك، يعني من تبليغ الرسالة التي هي الآيات المكررة مبالغة في إلزام الحجة. لا إله إلا هو، هذه الجملة اعتراضية أكد به إجابة الاتباع، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، أو أنها تكون حال مؤكدة من ربك، بمعنى يعني منفردا بالألوهية، واضح؟ فكأن اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، فلا إله إلا هو حال من إيه؟ ربك، يعني منفردا بالألوهية. وأعرض عن المشركين، قال أبو مسلم أريد بالإعراض الهجران لهم دون الإنذار، وترك الموعظة، ليس معنى أو ليس المقصود من قولي وأعرض عن المشركين يعني أنك لا تنذرهم ولا تعظهم، وإذا المقصود أعرض عنهم أهجرهم، أهجرهم هذا رد جميلة، لكن ليس معناها أعرض عن نذارتهم وإبلاغهم الحق وإقامة الحجة عليهم، كلا هذا مستمر، لكن أعرض عن المشركين إما عن سفاهتهم وجهلهم وما يؤذونك به، وإما يعني بهجرانهم ونبذهم، لكن لا يمكن حمل أي على أعرض عن المشركين، يعني لا تبلغهم الحق ولا تنذرهم. أي نعم. وقال المهيلي وأعرض عن المشركين أي لا تحزن عليهم إذا أصروا على الشرك والعمى مع هذه البقرة، لا تحزن عليهم ولا تهلك نفسك من الحسرة والحزن عليهم لإعراضهم عنك وعن الحق. فهذه مواساة من الله سبحانه وتعالى، كأن الله يقول له إني أردت بقاءهم على الشرك والعمى، لأن استعدادهم يقتضي ذلك، هم قيمتهم قيمة خبيثة ترفض الحق، وهم يعني استعدادهم الاستعداد يميل إلى الشر، فلم يرد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا ولم ييسرهم اليسرى، فأعرض عنهم فإنه لا ينجع فيهم شفقتك وحزنك وحزنك عليك. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما أشركوا، يعني مع وجود الاستعداد للكفر في قلوبهم، فلو أن الله شاء أن يهتدوا وأن لا يشركوا مع وجود الاستعداد للشرك فيهم فإن مشيئة الله ستنفذ، لكن الحقيقة أن سنة الله جرت برعاية الاستعدادات، واضح؟ ولو شاء الله ما أشرك، لكن سنة الله جرت برعاية هذا الاستعداد الذي في قلوبهم. وما جعلناك عليهم حفيظا، أي هم وإن كان لهم استعداد للإيمان في فطرتهم وقد أطلوا هذا الاستعداد، فأنت وإن كنت داعيا إلى الإصلاح أو إلى إصلاح الاستعداد الفطري ما جعلناك متوليا عليهم تحفظ مصالحهم حتى تكون مصلحا لاستعدادهم الفطري. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل،
ما أنت بوكيل تدبر عليهم أمورهم أو تغيرهم من استعدادهم إلى استعداد آخر، بل هذا مفوض إلى الله تعالى، يفعل بهم بمقتضى استعدادهم الطبيعي لهم من غير تغيير له، بل هو مفوض إلى اختيارهم. وقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر، لا يريد إيمان الكافر، لكن لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمنعه عن الإيمان مع توجهه إليه، بل بمعنى أنه تعالى لا يريده منه لعدم صرف اختياره الجزئي نحو الإيمان وإقراره على الكفر، يعني يكره إلى نفسه ويخذله ولا يمده بالتوفيق والهداية إلى الحق، فإذا وكل إلى نفسه لا يأتي منها إلا الشر. قوله تعالى أيضا ولو شاء الله ما أشركوا، أي كل ما يقع فإنما يقع بمشيئة الله، ولا شك أن استعداد بهم التي وقعوا بها في الشرك وأسباب ذلك من تعليم الآباء والعادات وغيرها أيضا واقعة بإرادة من الله، وإلا لم تقع، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، فإن آمنوا بذلك فبهداية الله، وإلا فهون على نفسك، فما جعلناك تحفظهم عن الضلال هنا أنت بمركب عليهم بالإيمان. هل قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، هل فهم هذه الآية بهذه الصورة؟ يعني يتنافى ما عجبه فيه فيما بعد من قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هل هذا يتعارض مع ذلك؟ طبعا مستحيل أن يتعارض القرآن بعضه مع بعض، وإنما المقصود التعيير، مقصود التعيير في قوله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إبطال احتياجهم بالقدر في منع الصبر، لأنهم لو قالوا كلمة لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، لو قالوا ذلك على سبيل الاعتراف أو الإقرار بالقضاء والقدر سيكون هذا شيئا حسنا منهم، يعني إثبات العموم مشيئة، فإن قصدوا ذلك فهذا معنى محمود ومعنى صحيح أن كل شيء يجري بمشيئة الله، لكن هم ما أرادوا ما ساقوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا أو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذه العبارة يقولوا لها للاحتجاج بالقدر وليس لإثبات القدر، فالقدر نحن نثبته ونقر به لكن لا نحتج به على إقبال الشر تماما، كما في قوله تعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعمك، أنطعم من لو شاء الله أطعمك، فيقولون لو شاء الله أن يطعم هؤلاء الفقراء لأطعمهم، فإحنا يعني نغير القدر وربنا شاء أن هؤلاء الفقراء يجوعون ويعرون ويفتقرون، فهل نغير ما شاء الله؟ فالصورة كأنهم يسجدون القدر، هو صحيح هو هؤلاء لو شاء الله أطعمهم، لكن أليس الله قد شرع من الشرائع وأمر بأوامر وتكليفات أمركم أن تنفقوا على الفقراء أو تصدقوا عليهم، فلماذا تضرب الشرع بالقدر؟ فالمؤمن لا يؤمن بالقدر لكن لا يحتج به، احتجاج بالقدر فقط يكون في ايه؟ في المصائب، احتجاج بالقدر في المصائب فقط، المصائب التي يعني تقع على الإنسان غصبا عنه بلا تسبب منه فيها ولا أسباب يستطيع أن يعني يباشرها، فمثل هذا يحتج بالقدر، ولذلك تقول فيما فاتك مما لا سبيل الى السجاد تقول قدر الله وما شاء فعل او قدر الله وما شاء فعل، تاتي مصيبه الموت فتقول هذا قدر الله في كل اجل كتاب وتتعجل في مصيبه الموت بالقدر، لكن هل اذا خالفت الشرع واستكاد ما حرمه الله تقول قدر الله اني فعلت هذا الذنب وقدر الله وما شاء فعل؟ لا يجوز لك ذلك، لان هذه سنه من سنن المشركين الاحتجاج بالقدر في تعطيل الشرع، واضح؟ فأما في الذنب الذي فيه مخالفة للشرع فهذا تظل طول عمرك تستغفر الله سبحانه وتعالى منه وتندم عليه، ولا يجوز لك أن تحتج بالقدر، فهؤلاء لو كانوا ساقوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا لإثبات القدر فهذا كلام صحيح، لكن هم ما أوردوها إثباتا للقدر وإنما قالوها عنادا للشرع وإبطالا للشرع الذي يأمرهم أن يعني يخرجوا من الشرك إلى التوحيد. فقولهم ذلك وإن كان صدقا في نفس الأمر
لكنهم كانوا به مكذبين، مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو صدقوا لعلموا أن توحيد المؤمن أيضا بإرادة الله. يعني لماذا نحتك بالقدر فقط بما يوافق أهوائنا؟ يعني يتكي المعاصي يقول هذا قدر مكتوب عليك، فلماذا لم تؤمن ولم تصلي وتتصدق ودخل الطعام وتقول ان هذا ايضا قدر قد كتبه الله عليك؟ ولو علموا ان كل شيء لا يقع الا باراده الله لما بقوا مشركين، بل كانوا موحدين. واضح؟ بل كانوا موحدين، لكنهم قالوه لغرض التكذيب والعناد وإثبات أنه لا يمكنهم الانتهاء عن شركهم، فلذلك عيرهم به، لا لأنه ليس كذلك في نفس الأمر، فإنهم لم يطلعوا على مشيئة الله. من أين لك أن الله لم يشأ ذلك من شأن أنت طلعت على مشيئة الله؟ وأنه كما أراد شركهم في الزمان السابق لم يرد إيمانهم الآن، إذ ليس كل منهم مطلوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم. لو شاء الله ما أشركنا. نعم، لو كان فيما مضى شاء الله أن تشرك، لكن ما يريد أن الآن في هذه اللحظة الآن، وهذا مخطط في القرآن، أن الله شاء أن تبقى على تركها، فربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا. واضح؟ بدليل أن من المشركين من أسلم بعد ذلك، فشاء الله منه الشرك فيما مضى، لكن من أين لك أن اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تبقى على هذا الكفر؟ فلعلك إذ ليس كل منهم مطلوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم. لو شاء الله ما أشركنا. نعم، لو كان فيما مضى شاء الله أن تشرك، لكن ما يدرك أن الآن في هذه اللحظة الآن، وهذا مخطط في القرآن، أن الله شاء أن تبقى على تركك، فربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا. واضح؟ بدليل أن من المشركين من أسلم بعد ذلك، فشاء الله منه الشرك فيما مضى، لكن من أين لك أن اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تبقى على هذا الكفر؟ فلعله شاء منك أن تخرج عن الكفر إلى الإيمان، كما قال جعفر الصادق أن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء. أراد بنا يعني ما كتب علينا من القدر والقضاء، وأراد منا الأوامر الشرعية التي كلفنا بها أشياء، فما دلنا فما يعني أن الله أراد بنا أشياء وأراد بنا أشياء، فما أراده بنا كتبه عنا، وما أراده بنا كتبه لنا، فما دلنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. واضح؟ يعني كونك أنت من أهل الجنة أو من أهل النار ما خاتمتك، ماذا لك عند الله؟ هذا شيء خبأه الله سبحانه وتعالى واستأثر به، لكن الله أراد منك شيء، أمرك بشيء، وهذا الشيء الذي أمرك به وأصلحه لك، فأمرك بالصلاة وبالزكاة وبالتوحيد وكذا وكذا، وحرم عليك كذا وكذا وكذا، فأنت لم تطلع على ما غيب عنك، لكن تعلم جيدا أن الله أمرك به بهذه الطاعة، فلا يجوز أن تجتهد بشيء مخبأ عن شيء ظاهر كلفت به وسوف تحاسب عليه. ثم قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح لئلا يتجاوزوا إلى الجناب الرفيع. يعني إذا كان الحال هؤلاء المشركين إذا سببتم آلهتهم بالشتم والتقبيح، يعني تعرفون من أحوالهم أنه يرد عليك بسبب الله عز وجل، فإذا من باب سبب الضرائع لا تسرعوا في سبب آلهتهم حتى لا يردهم بسبب الله عز وجل، مع أن آلهتهم تستحق السبب، لكن نظرا إلى هذا المنكر الذي يترتب على يعني إفساء هذا الفعل من أجل ذلك نهى الله عن سبب يعني آلهتهم، وإن كان سببهم حقا. روى عبد الرزاق عن قتادة قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فنهوا عنه لذلك، وقال الدجاج: نهوا أن يلعنوا الأصنام التي كانت تعبدها المشركون. فقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فالذين يدعون
عبارة عن الآلهة، يعني الذين يدعون هنا جملة إيه؟ صلة. طيب جملة الصلة تستقر إلى ماذا؟ لابد يكون الصلة فيها إيه؟ أيوة، عائد أو اللي هو إيه؟ ضمير ليعود على ما مضى. أين العائد هنا؟ ولا تسب الذين يدعون من دون الله، العائد مقدر تقديره إيه؟ ولا تسب الذين يدعونه أو يدعونهم من دون الله، يعني الأصنام، فالعائد هنا مقدر. والتعبير بالذين على زعمهم أنهم من أولي العلم، أو بناء على أن سب آلهتهم سب لهم، ولا تسب الذين يدعون من دون الله، كما يقال ضرب الدابة صفع لراكبها، إذا ضربت الدابة فكأنك تصفع من يركبها، فكذلك إذا سبت الأصنام فكأنك تسب عبادها، فكأنك تسب عبادها. فمن ثم قال تعالى ويسب الذين. فإن قيل إنهم كانوا يقرون بالله وعظمته وأن آلهتهم إنما عبدوها لتكون شفعاء عنده، فكيف يسبونه؟ يعني كيف يتوقع أن المشرك يسب الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أنهم كانوا يعظمون الله، وكانوا إذا عوجبوا بما يعني يأتونه من الشرك كانوا يقولون إيه؟ إنما نعبده ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نعلم أنها لا ترزق ولا تحيي ولا تميت، لكن نحن نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، نتوصل بها الآن يعني إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كيف يسبون؟ هل يتصور مع تعظيمهم لله بهذه الطريقة يعني أنهم يسبون الله؟ فالجواب أنهم لا يفعلون ذلك صريحا، بل يثني كلامهم إلى ذلك. يعني كأن مثلا إذا سببت آلهته فيشتمك ويشتم من أمرك بذلك والعياذ بالله. ويحصل هذا الكفر الشنيع من بعض الناس، أن يسب الإنسان ويسب الذي خلقه، والعياذ بالله، ورتد من الإسلام في طرفة عين، يخرج من الملة صراحة هكذا، يسب الشخص الذي يكلمه ويسب أيضا الذي خلقه والعياذ بالله. فهذا كفر صراح فواح لا شك فيه على الإطلاق، مثل هذه العبارات الشنيعة التي ينطق بها يعني السفهاء. ولذلك فسر كلمة فيسب الله عدوا بغير علم، بغير علم، يعني هم لا يسبونه سبا صريحا، وإنما يتلون في السباب بهذه الطريقة، يعني أنهم يفضي يأتون بكلام يفضي إلى سب الله كتسميهم له ولمن يأمره بذلك أيضا، فيشتمك ويشتم من أمرك بأن تشتم هذه الآلهة أو أمرك بما فعله به. فهذا حول يعني هذا التفسير حسن جدا كما يقول الفاطمي هنا، تفسير كلمة بغير علم بهذا المعنى، فيسب الله عدوا بغير علم. أو احتمال آخر أن سب الله سبحانه وتعالى يقع منهم بالفعل سب مباشر، وهم يعلمون أنهم يسبون الله مع أنهم في وقت آخر يزعمون تعظيم الله. لماذا؟ لأن الغيظ والغضب ربما حملهم على سب الله صريحا. ألا ترى المسلم الذي ينتسب إلى السلف قد يحمله أو تحمله فتنة غضبه على التكلم بكفر؟ هذا شيء نراه، هو يعني يظهر أنه مسلم وأنه موحد وأنه يشهد الشهادتين واضح، ومع ذلك ربما يتمكن منه الشيطان إلى غضب حتى إنه لا ينطق بكلمة الكفر الصريحة والعياذ بالله ويسب الله عز وجل. فأولى المشرك الذي يعبد الأصنام أنه إذا تملكه الغضب والحمية الجاهلية أن يسب الله سبحانه وتعالى صراحة، وإن زعم في وقت آخر أنه يعظم الله وأنه إنما يعبد الأصنام لتقربه إلى الله زلفى.